وصباح الخير مرة ثانية مشاهدينا الكرام، وإلى فقرة الربط المباشر من خلال برنامجنا قهوة الصباح. وزي ما قلنا لكم اليوم من محافظة البريمي، وهناك ندوة افهم حقي حتى نتعرف من خلال هذه التفاصيل، بنتعرف عليها أكثر وأكثر أيضا من خلال الضيوف اللي متواجدين معنا في هذا الربط المباشر. صباح الخير أنور مرة ثانية، والكلمة لك، تفضل. صباح النور عبد الله، رجعنا لكم مره ثانيه في تغطيه الندوه التي تصاحب الاحتفال باسبوع الاصم العربي. هذه الندوه التي حملت مثل ما ذكرت قبل قليل عنوان افهم حقي، والتي بدات قبل قليل. الان مثل ما تشاهدون في الخلف بدات الورقه الاولى. يسرنا ان استضيف معي الفاضله خديجة بنت عبد الله البلوشي، رئيسة نادي الصم بمحافظة البريمي، والحديث أكثر عن فعاليات هذا الأسبوع وأيضا هذه الندوة بالتحديد. أستاذة خديجة، أهلا وسهلا بك معنا في هذا الربط المباشر برنامج قهوة صباح. دعينا في البداية نتحدث عن ندوة افهم حقي، يعني عنوان مختصر ولكنه أكيد يعني يحمل في طياته الكثير من المعاني والتي يعني تصب في مصلحة الصم. سبب خياركم لهذا العنوان بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم كثيرا على استضافتي في هالبرنامج الرائع. طبعا انطلاقتنا كانت من برنامج قهوة الصباح، دائما أردد هذا الكلام، من أول لقاء لنا كان وكنا قايلين لهم إن شاء الله بنفتح نادي الصم، والحمد لله فتحنا. بالنسبة للندوة، ندوة افهم حقي، وايد يعني خذينا وقت لما عرفنا إن شو العنوان المناسب لهذه الندوة. أسبوع الأصم هذا العام يحمل عنوان تعزيز حقوق الأصم في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين. في هذه الندوة افهم حقي، نحن ماخذينها من الجانبين، افهم حقي أنا يعني كأصم افهم حقي، وأنتم كمجتمع افهموا حقي، افهم حقي وافهم حقي، فبالمعنيين ماخذينها. فشفنا أن هذا العنوان المناسب لفهم حقوق الصم، ونفس الشيء أن نخبر الصم أن أنتم عندكم يا صم اتفاقية دولية، والسلطنة الحمد لله موقع عليها، وهي الاتفاقية تنص على عدة قوانين منها المساواة وحق التعليم وحق العمل، فأنتم محتاجينكم تعرفونها، والمجتمع محتاج يعرف أن عندكم هاي الحقوق ولازم أنها تطبق في أرض الواقع. طيب خديجة، بالنسبة يعني تطرقت قبل خلينا نقطة مهمة اللي هي الدعوة للمجتمع لفهم حقوق الصم. أنا الآن سؤالي، هل المجتمع يعني ستصل إليه هذه التوعية من خلال هذه الندوة؟ بمعنى آخر، هل الندوة يعني تكفي فقط لإيصال هذه الحقوق للمجتمع، أم أن نحن فعلا محتاجين لشغل أكبر من أجل إيصال هذه الرسالة إلى كافة شرائح المجتمع لفهم حقوق أيضا هذه الفئة المهمة في المجتمع؟ طبعا جهود النادي دائما مستمره في نشر حقوق الصم في المجتمع، وهذه الندوه تعتبر خطوه كبيره لنا، يعني بوجود هذا الكم الهائل من المسؤولين هني معانا في الندوه، نتمنى ان عن طريق هاي الندوه نحن نوصل صوت ولو بسيط عن ان هناك حقوق، يعني ما نقول منسيه بس انها مش معتمده بشكل كامل، ونحن في حاجه ماسه الى تطبيقها يعني بشكل كبير في السلطنه، سواء كان في حق الصم في العمل او في التعليم او باقي الحقوق اللي موجوده عندهم. يعني الحمد لله هناك في مدارس خاصه بالصم، مدارس الدمج وكذا، بس لا زال في بعض الاشياء الكماليات اللي احنا محتاجينها، فنحن في حاجه شديده وماسه ان نحن ننشر هذه الحقوق، مش بس عن طريق هذه الندوه، لا زالت الجهود مستمره ان نحن نحاول بشكل مستمر ان نسوي محاضرات توعويه، نجلب الاشخاص من خاصه مجتمع البريم بشكل خاص وسلطنه عمان بشكل عام، نعمل لهم ندوات في كافه الامور المختصه بالصم، في مثلا الكشف المبكر عن ذوي الاعاقه السمعيه، عن كيفيه تعلم لغه الاشاره، نشر لغتهم بين المجتمع، في عده امور نحن قاعدين نشتغل عليها عشان ان نوصل حقوقهم، يعني مش مقتصر على الندوه فقط. خليجة، لو ذهبنا شويه الى نادي الصم، لو خرجنا من اطار الندوه وذهبنا لنادي الصم، هل فعلا لاحظتوا تغيير ملحوظ في حياه هؤلاء الشباب، سواء كان رجال او نساء، بعد ما يعني التحقوا بهذا النادي؟ انا طبعا ما بمدح النادي يعني، بس الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يعني اللي يشوف الحال، وانت كنت معانا من بدايات النادي فاكيد تعرف الحال كان كيف قبل وكيف بعد. يعني الحمد لله يعني الصم صار تغيير جذري في حياتهم، يعني اول شيء ما كانوا معروفين،
ما حد يعرفهم هني في البريمي، ما كان حد يعرف لغة الإشارة، الكل كانوا مستغربين من وجود صم عندنا في البريمي. فالحمد لله عن طريق وجود النادي قام الصم أن اندمجوا أكثر مع المجتمع، تعرفوا أكثر على الأشياء وحقوقهم اللي موجودة هني، خذوا دورات مختلفة، طالبنا لهم بأن يكون لهم وظائف، والحمد لله يعني تقريبا 5 أو 6 توظفوا. فتغيير جذري، بعضهم كانوا حتى ما يعرفون يكتبون ما يعرفون يقرون، الحين عادي يتواصلون معنا على الواتساب، وفي بعضهم كانوا رافضين رفض باتا انهم يتواصلون على الواتساب بحكم انه ما يقدرون يكتبون وكذا، بس الحمد لله يعني صار تغيير جذري في حياتهم، والحمد لله يعني صار في لم شمل احس لهم، لان كانوا كصم يعني كل واحد في بيته، فغير النادي يعني الحمد لله انه جمعهم في مكان واحد. اذا نحن معانا ايضا نموذج من هذه النماذج، عبد محمد عبد الحكيم البلوشي من فئه الصم، وهو ايضا نائب رئيس نادي الصم. استاذه خديجه بتكون معنا في الترجمه. في البدايه حابين نسال محمد، سنبدا معهم من نادي الصم، ماذا اضاف له نادي الصم؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله صباحكم بكل خير. نادي الصم أضاف لنا إضافات كثيرة، وخاصة الحين عندنا في أسبوع الأصم احتفالات متكررة وكذا، في أشياء متكررة نحن محتاجين أن نحن نستوضحها. نادي الصم أضاف لنا إضافات جيدة جدا، وكل سنة في احتفالات خاصة فينا، يعني قبل ما كنا نحتفل فيها وما حد كان يعرف عن أسبوع الأصم اللي موجود عندنا، ففي أسبوع الأصم نحن كلنا كصم نلتم ونكون موجودين هني، سواء من دولة الإمارات أو من الصم من جميع سلطنة عمان موجودين هني ونحتفل بأسبوع الأصم مثلنا مثل باقي الدول العربية. فدائما كنا متضايقين قبل أنه ما في حد يتكلم باسمنا، ما في أصوات خاصة فينا، فالحمد لله يعني بوجود النادي يعني حتى هنا رؤساء وناس ذوات مناصب موجودين معنا. كل شيء. السؤال الثاني استاذ خديجه استاذ محمد، يعني ايضا شعوره هو ك يعني شخص من يعني فئه الصم، اقامه اسبوع خاص بفئه الصم، اسبوع الاصم العربي، ومشاركه ايضا المجتمع مختلف فئات المجتمع سواء كان من داخل السلطنه او حتى من دول الدول الخليجيه كما نلاحظ الحضور في هذا اليوم. أعطيكم مثال، مثلا الحين الاحتفالات العيد الوطني نحن كلنا كمواطنين عمانيين نحتفل بهذه الاحتفالات ونكون فرحانين جدا، أسبوع الأصم بالنسبة لنا نفس نفرح فيها بنفس الفرحة، فالحمد لله يعني كل عام لنا أسبوع مخصص فينا نتعلم فيه وناخذ أشياء وتخصصات وننشر لغة الإشارة، هالأشياء كلها تخلينا نحن سعيدين، والحمد لله هذا الأسبوع الأصم 40 يعني 40 سنة ونحن نحتفل بأسبوع الأصم العربي على مستوى السلطنة، يعني يقول نفس العيد الوطني 40، فنحن الحين اسبوع الاصام 40، فالحمد لله احنا فرحانين جدا بهذا الاسم. نعم، شكرا جزيلا للفاضله خديجه بنت عبد الله البلوشي رئيسه نادي الصم، وايضا الفاضل محمد بن عبد الحكيم البلوشي نائب رئيس نادي الصم. ومثل ما لاحظنا ايضا مشاهدينا الكرام، علامات الرضا والسعاده يعني بدت واضحه على محيا هذا الرجل من خلال يعني ما تحقق له ولزملائه من هذه الفئه من مجموعه من يعني الخدمات التي لم تكن متوفره لهم في من قبل، ولكن بعد انشاء نادي الصم يعني حدث نقله كبيره بشهاده طبعا الجميع سواء كان على مستوى السلطنه حتى ايضا على مستوى المشاركات الخليجيه وايضا الدول العربيه. سنعود اليكم مشاهدينا الكرام ان شاء الله لاكمال ما تبقى من تفاصيل هذه الندوه. كل الشكر لك يا انور، يعطيك العافيه وما قصرت، تحياتي لك ولنادي الصم هناك في البريمي وايضا فريق العمل المتواجد معك في هذه التغطيه. اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، ونقول لجمهورنا فاصل قصير ثم نعود.